والآن الموعد مع أخبار الطقس. أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا تستعرضها لنا من جديد فاطمة خليل. شكرا مصطفى، شكرا هبة، وأهلا بكم مجددا مشاهدينا. وأخيرا ووقفة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس بارد في الصباح الباكر لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء. تتكون شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد. وفي مالي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض مدن ومحافظات الجمهورية، والبداية دائما من القاهرة العظمى 20، الصغرى 11، اسكندرية 20 13، مطروح 19 12، بورسعيد 20 13، اسماعيلية 21 12، وجوها معتدل. بالنسبة للسويس 20 11، العريش 18 12، طابة 18 12، شرم الشيخ 23 15، الغردقة 22 14، وجوها أيضا معتدل. بالنسبة للأقصر 23 9، أسوان 23 10، الوادي الجديد 22 9، شلاتين 25 14، حلايب 22 16، وجوها معتدل. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.